حزب حماة الوطن نظم مؤتمر جماهيري في محافظة مطروح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. الحقيقة يعني كان هذا المؤتمر مؤتمر حاشد كالعادة، وكان حاضر فيه عدد كبير من قيادات الحزب زي مثلا اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر أمين الحزب بمطروح، وسعيد المغاوري أمين تنظيم حزب حماة الوطن أيضا في مطروح. مؤتمر جماهيري جديد ينضم لسلسلة مؤتمرات حزب حماة الوطن في مختلف محافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة. المؤتمر الذي ضم العديد من قيادات الحزب وحشودا كبيرة من أهالي محافظة مطروح استعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القطاعات خلال السنوات العشر الماضية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. مطلوب منا كمصريين ان احنا يعني نرد الجميل لما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود وتضحيات. نرد الجميل ازاي؟ احنا عندنا انتخابات في الداخل هنا يوم 10، 11، و12 ديسمبر، وانا اعلم طبعا ان اللجان بالنسبة هنا في مطروح قد تكون بعيدة عن اماكن التجمعات، وبالتالي ده يحتاج مجهود عشان الناس تتنقل لأماكن هذه اللجان ليطلب صوته. مطلوب مننا جميعا ان يكون عندنا اصرار ويكون عندنا يعني تحدي ان احنا لازم نطلع وندي بصوتنا في هذه الانتخابات. واحنا بنقدم رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له اهل المنطقه الغربيه وعمد ومشايخ المنطقه الغربيه كلهم معاك، كلهم ماشيين وراك. ده مؤتمر حشد جماهيري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جميع مراكز مطروح، من السلوم غربا حتى الحمام شرقا وجنوبا سيوة، كل الحشد وقوة للنزول لتوعية المواطن ليشارك يوم 10 و11 و12 في الاستحقاق الرئاسي. واحنا نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرد له الجميل على نعمة الأمن والأمان. طبعا ده مش مجرد ترديد كلمة تأييد، احنا ده من الشيء اللي لمسناه على أرض الواقع خلال العشر سنوات الأخيرة، ودور السيد الرئيس داخل البلاد وخارج البلاد، وإن شاء الله بإذن الله القيادة السياسية توفق، وأنا مع القيادة السياسية بإذن الله إن شاء الله، ومؤيدين سيادة الرئيس لفترة رئاسية قادمة بإذن الله. مصر اتنقلت نقلة كبيرة قوي في عهده، وإن شاء الله يستمر هو في العطاء، وإحنا المصريين معاك. الرئيس عمل إنجازات، أسس مصر الحديثة، إحنا كلنا جايين من أجل مصر ومن أجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عمل بنية أساسية وبنية تحتية للبلد كنا محتاجينها فعلا. دعا المؤتمر إلى ضرورة الاحتشاد خلال أيام الانتخابات 10، 11، و12 من ديسمبر القادم لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، ليكون المشهد رسالة للعالم مفادها أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية على قلب رجل واحد.